بعد بقى الأحداث يعني اللي حصلت إعلامية وفنية وحاجات كده، يعني مثلا خلال الأيام اللي فاتت سمعنا من يوم تقريبا امبارح أو أول تم إيقاف برنامج كابتن أحمد شوبير على التلفزيون وعلى الراديو، أحمد شوبير 28 سبتمبر 60. فده حدث، عايزين نشوف تطوراته إيه فلكيا، تمام. طيب هو احنا زي ما بنقول دايما، وهيأثر ازاي على حياة الكابتن؟ طيب احنا زي ما بنقول دايما ان الشخص قبل، هو 28 سبتمبر فهو مقرب على اعياد ميلاده، الشخص قبل تاريخ ميلاده ب 52 يوم بيبدأ يدفع ثمن كرمات كتيرة، فبتبدأ في احداث كتير مش كويسة بتحصل في حياته. اللي حاصل ان هو الوضع ده هيطول شوية كتير، يعني مش هيرجع قريب، ولو رجع مش هيرجع بنفس القوة اللي هتحصل، لأن في ملفات كتيرة هتظهر. يعني اللي حصل هو البداية، وفي ملفات كتيرة هتظهر الفترة اللي جاية تخص كابتن أحمد شوبير، ونتائجها مش هتكون لصالحه خالص خالص. فهو الأفضل ليه خلال الفترة دي إن هو ما يطلعش يقول تصريحات، كل ما هيطلع يقول تصريحات عن أي حاجة هتتقلب عكسه. فالأفضل طاقة التصريحات هتبقى مش مناسبة جدا ليه، وهتبقى هتجيب مشاكل أعلى. يعني هو لو طلع بيتكلم في نقطة فجأة هيلاقي النقطة دي عملت 10 نقط تانية مختلفة. الأفضل إن هو يبعد عن الكلام والانفعال والتصريحات لغاية لما الفترة دي تعدي، لأن لما بننهي بكارت ذا ديفل الشيطان بتبقى نتائجه مش كويسة خالص.